عمي سيارة المدير. سيارة المدير. المدير ما عارفش السالفة. لا أنا ما بروح لبروحي. تعال وياي شوف شو السالفة. سيارتك ولا كاهية. شوف. سلامات سلامات. أنتوا هني؟ ليش ما أدري شغلكم وياين هني ها؟ تتمشون؟ واللي اقترح علي قال لي حتى لو يخصمون معاشه كله ما مهم. وانت شو يعني ياهل تسمع كلام هذا؟ يقول لك نروح نشتغل تروح تشتغل، يقول لك نروح نرتاح تروح ترتاح. حقك علي انا غلطان من راسي الى ريني. انتوا سمعتوني وانا صارخ وش؟ ايه سمعناك تصرخ وتتالم من قلب بعد. منكم سمعتوني وأنا أصارخ تصيريخة وباغم تبيغيمة وتبكبك تبكبيكة بقول لكم السبب، بقول لكم ليش أنا أتألم. ليش؟ إذا نقدر نساعدك بنساعدك ما بنبخل عليك. أنا بقول لكم كما تفهموا، أنا أصارخ تصيريخة وأباغم تبيغيمة وتبكبك تبكبيكة عشان أخفف همي.